يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سكن أحد المقيمين في غرفة الحارس التي داخل سور المسجد يسكن هو وزوجته لظروف معينة، ولأنه مدرس لتحفيظ القرآن وقد يحصل بينهم جماع في هذه الغرفة؟ لا، ما يصلح أنه يسكن زوجته في غرفة المسجد اللي هي داخل المسجد أو بابه على المسجد، لأنه يخشى أن تحيض، يخشى كما ذكر السائل أن يجامعها في المسجد، فلا يجوز هذا. أما إذا كان المسألة ضرورة في ليلة أو ليلتين إلى ما يجدون مسكن لا بأس، الأمر العارض لا بأس به، أما الأمر المستديم لا يجوز هذا. نعم.